أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا أعمل بإحدى دور الأيتام وغالبيتهم من اللقطة، وإذا ذكر عندهم موضوع بر الوالدين أو الدعاء لهما في الدراسة أو غيرها أنكروا ذلك واستغربوا مثل هذه المواضيع، ويحتجون بأن ليس لهم آباء وغير معروفين، وأن آباءهم السبب في وجودهم في هذا المكان، بل إن بعضهم يلعنهم ويدعو عليهم، وأنهم حرموا من هذه النعمة بسببهم. السؤال: ماذا توجهوننا، وهل ندرسهم مثل هذه المواضيع؟ اي نعم، درسوهم بر الوالدين والدعاء للوالدين، وهو أمه معروفة، اللقيط أمه معروفة بلا شك، أما أبوه غير معروف والعياذ بالله. لكن مع هذا قلنا: لو أساء إليك والدك، لو أساء إليك والدك تبر به. نعم.